مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. لقد تم اختيار هذا الذكر لهذه الأنثى. طبعا تم اختيار هذا الذكر من بين 20 ذكر، والحمد لله الذكر مناسب لهذه الأنثى من حيث الألوان، وأيضا الذكر يعتبر قوي وفي عمر التزاوج. سوف أعرض لكم عند إدخال الأنثى على 20 ذكر كيف كانت تصرفات الذكور لهذه الأنثى. طبعا كما تلاحظون الذكر جيد وقوي وصحته جيدة. طبعا هذه الأنثى أنثى جاهزة وقد باضت من قبل، وحبيت أن أغير الذكر، لون الذكر، لأن الإنتاج كان إنتاج هذه الأنثى إنتاج ألوان ليست جميلة، حتى أغير ألوان ذكر حتى ينتج ألوان جديدة. هذه الأنثى الآن سوف ندخلها على الذكور. طبعا يوجد داخل القفص أكثر من 20 ذكر. أنا أدخلت الأنثى على الذكور حتى أختار ذكر مناسب لهذه الأنثى، ولكن لاحظت أن الذكور تهجم على الأنثى، وكل ذكر يحاول أن يتودد للأنثى. ولكن في الأخير اخترت هذاك الذكر الموجود في القفص في بداية المقطع، وهو ذكر مناسب ولونه جيد ولونه ممتاز. وتابعوا معنا هذا المقطع وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.